صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 33 لسنه 2022 بتعيين مدراء في وزاره شؤون الشباب والرياضه جاء فيه يعين في وزاره شؤون الشباب والرياضه كل من السيد محمود عبد الصمد الياس عبد العزيز مديرا لاداره الدعم والخدمات. السيد عبد الله محمد عبد الله الاسهلي مديرا لاداره المشاريع. السيد حسين علي عبد الرسول محمد مديرا لاداره الاتصال والتسويق.